أي ملف مفتوح في دماغك هينادي عليك في الحياة، وده اللي بيسميه العلماء علماء النفس الرادار العقلي أو التوجه العقلي، وده بيحصل في المقتنيات والمشاعر. هضرب لك مثال: لو أنت مشغول إنك عايز تشتري عربية جديدة من نوع معين، هتتفاجئ إنها بدأت تظهر لك في كل حتة. اللي حصل علميا إن العقل وجه العين بالرادار العقلي كده، بتبحث عن العربية دي. بعد ما كنت ماشي في الشارع بنظرة سطحية، صرت باحثا عن النوع ده. نفس الكلام ده في ملف التخصص، زي الصنايعي اللي بياخد باله من الخشب أول ما يخش بيتك، وبتاع الستائر اللي دايما بيبص كده على القماش، عنده رادار وتوجه عقلي على الملف اللي مفتوح في دماغه، والمعماري اللي دايما يبص على الزوايا والتناسق. لو طبقت الكلام ده على الفكرة مش بس على المقتنيات، في أفكار لو مفتوحة في عقلك، العقل هيوجه حواسك إنها تلقطها في الحياة، وتلقطها متضخمة. إحساسك إن حقك مهضوم، الملف ده لو مفتوح في عقلك هيخليك تلقط كل واحد مردش عليك السلام، ده حتى مش بيرد السلام. هتسمع كل هزارة كأنها تريقة عليك شخصيا، وهتفضل نفسك دايما صعبان عليك. لو في بياع في المحل اتشغل عنك، ده هيجرحك جدا، تحس إنك أنت كل الناس مهملك حتى البياع، رغم إن ده شيء طبيعي بيحصل مع الناس كلها. روح معايا كده لملف تاني مفتوح عند شاب في بداية حياته لسه بيكون نفسه، انه مش قادر يعيش من غير حب بنت يعني، بس هو مش جاهز دلوقتي لعلاقة مكتملة الأركان، عاطفة ومسؤوليات وخطوات جادة أمام الأهل. لو فضل سايب ملف الحب ده مفتوح، هيفضل شايف النقص في حياته، واحتياجه للحب ده يفضل ملح بينادي عليه. وده يفسر لك في سن معين كده في شاب مركز وشاب مشتت في الموضوع ده جدا. صعد الموضوع ده لملف مفتوح في دماغ راجل ان امرأة واحدة لا تكفيه، دايما عايز يفضفض بأسراره مع ست تانية، ودايما عنده علاقات فيها تقارب مع زميلاته، كأن الملف مراتي مش مكفياني لأنها بتفقد صفات جميلة موجودة عند غيرها. وطبيعي إن أي راجل أو أي ست بيكونش بيحوز كل الصفات، غالباً أغلب الأخطاء بتيجي من النوعية دي من الملفات. إيه الحل؟ الحل في الشريعة، قطع الالتفات، قطع الوساوس، لأن الالتفاتات دي والملفات دي بتخلي الإنسان مشوش السير في حياته إلى الله أو لأي مصلحة، حتى قال الله: ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. امشي ستريت، انت متجوز، ركز انت بتشتغل، ركز انت دلوقتي عندك مصلحة معينة، شيل الملفات المفتوحة عشان ما تبقاش متشتت. لو في ملف مفتوح محتاج يتأجل، زي مثلا الجواز او عربية انت ما عندكش دلوقتي قدرة، اسأل نفسك: اقدر اتجوز دلوقتي؟ لا. اقدر اشتري عربية دلوقتي؟ لا. يبقى هذا الملف على طول تأجله، وتشغل نفسك بشغل او رياضة او تحويش، وحط الملف ده في دعائك، حتى قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، اللي عنده قدرة يعني، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. الجواز هيقفل ملف انشغالك بالجنس الآخر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ده ملف مؤجل هتشغل نفسك بحاجة تانية، فإنه له وجاء، يعني حالة كده من الصوم، بيعمل حالة من الحماية. في حاجة تانية، في أفكار سلبية محتاج تستبدلها لأنها فتح ملفات بأفكار إيجابية، زي مثلا فكرة أنك أنت ضحية. لازم تستبدل الفكرة دي بتعداد النعم والتفكر بأصحاب الفضل اللي عليك في الدنيا. ومحتاج كمان تشوف الخير اللي ربنا مديهولك ومش مديه لحد تاني غيرك. عشان كده كان في دعاء لرؤية المبتلى، الدعاء ده بيفكرك أن ربنا كرمك: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به، أنا مش ضحية، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. في ملفات محتاج تعمل معاها رحلة عقلية لتغلق الملف. يعني ايه؟ واحد متجوز وفي ملف ست تانية في حياته، اسأل نفسك: تعرف تتجوز تاني؟ الجواب: لا. هدمر مراتي وهدمر بيتي، وانا مراتي ما تستحقش مني كده. طب عايز تغلط مع الست دي؟ الجواب: لا، مش عايز اغضب ربنا سبحانه وتعالى. ما هو اخر الطريق يا جواز يا غلط. روح بدماغك لاخر الملف، لو تقدر دي حاجة تانية، لقيت نفسك مش مناسب بالنسبة لك،
يبقى يقفل الملف، بدل ما تفضل سايب الملف مفتوح وربنا يقول على الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. امشي بقى في طريق الملف بتاع الفاحشة ده للآخر تلاقي وحش، فتقوم قافله من عندك من دلوقتي. يبقى الملفات المفتوحة الملحة اللي بتخلي الإنسان مشتت في حياته، يا إما في ملفات هتتأجل وتدعي بيها، يا إما في ملفات لازم تتقفل بتخيلك آخرة الملف ده إيه، عشان الإنسان يبقى مركز يعرف يسير في رحلة الحياة إلى مصالحه وإلى الله. فاللهم يا رب اشغلنا بما خلقته لنا، واصرفنا عما هو ليس من نصيبنا، واجعلنا نقضي أعمارنا في الحفاظ على وصل أرواحنا بأنوارك.